الله وسهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. بنسوي اكله ان شاء الله باذن الله جميله وخرافيه. بعد ما كلت تو يعني ما شاء الله تبارك الله اشتهيت اسوي اكله يعني تطلع خرافيه، يعني غرنا من المطعم وكيف اكلاته جميله. فبنسوي اكله الحين بتطلع خرافيه. بسم الله نبدا. اول شيء حبه البصل، طبعا فيه مجموعه بقصصهم صغار زي كذا، فيه المجموعه الثانيه بقصصهم اطوال بالطريقه هذه. عندي حبات البصل كلهم ننزلهم مع بعض احمسهم على طول. ننزل اللحم بعدها الفلفل، بعدها الفلفل الأسود، وبعدها عندي البهارات المكسيكية، وعندي الملح البينك مع بعض كلهم. نقول بسم الله. ننزل البيبر جاك، طبعا هذا اللي يعطي النكهة والطعم في طبختنا كلها. بس باقي واحد بس بجيبه. شوف كيف طالبه كذا، خلاص تبدا تسوي المكس هذا. يا ويلي التورتيلا كذا على طول، بعدين بيبر جاك، بعدها على طول ناخذ عندنا اللحم. اللحم خرافي، طالع شيء مو طبيعي. نفرده شوي. طبعا في الخبزه هذه تحتاج شيء يكون، معلش، في الخبزه هذه تحتاج شيء يكون كرنشي دائما. عندي هذه تورتيلا مقمرينها بالفرن فوقها صوص الطريقة هذه. نقلبها، شايفين كيف طالعة؟ بعدها نقفلها مسخنة. لازم تنقص بالطريقة ذي ترى. يا ناس يا ناس شوفوا كيف طالع. واو واو.